نيابة عن فريق مجموعة سرطان تبع علماء مصر، بنرحب بيكم النهاردة في فعاليات كورس أساسيات بيولوجيا الأورام. معكم نيال حسين، متطوعة في فريق مجتمع السرطان. وبالنسبة لكورس الأساسيات اللي احنا إن شاء الله هدفنا من خلاله شرح وعرض المفاهيم الأساسية اللازمة لدراسة علم السرطان والكانسر بيولوجي وكل الناس المهتمين بأبحاثه، سواء طبعا بري أو بوست جراديويت ستاديز في كل الكليات المهتمة بدراسة الكانسر بيولوجي. طيب تمام. طبعا كل الادوات والمحاضرات بتاعه الكورس ده هتبقى اونلاين زي ما احنا دلوقتي شغالين على الويبينار، والكورس هيبقى عباره عن محاضرات هتبدا النهارده وهتنتهي ان شاء الله في نص نوفمبر. هنمشي بس على المحاضرات بسرعه، او الكورس الكريكولم بتاعنا هيبقى عباره عن ايه. عندنا محاضره النهارده تبقى انتروداكشن، يعني بريف انتروداكشن على الكانسر بيولوجي والترمينولوجي، وهتكلمنا عنها دكتوره ليها مدحت ماستر ستودنت كيميكال كولابس وبيس. بالنسبه للاسئله هرد عليكم، بس هكمل بس نكمل التقديمه بتاعه الكورس او المحاضرات بتاعه الكورس. المحاضره الثانيه هتبقى ان شاء الله بكره عن الكانسر اند هاو ذا ستوري اوف كانسر بيجينز، هيتكلم عليها دكتور ايمن ماهر، طالب دكتوراه في جامعه جلاسجو في يونايتد كينجدوم. بعديها هيبقى عندنا محاضرتين منفصلتين عن الكانسر هول ماركس، هيبقى دكتور محمد حسام الدين في معهد السرطان في المانيا، والثانية دكتور محمد لبيب أستاذ المناعة في كلية طنطا، كلية علوم جامعة طنطا. بعد الكانسر وول ماركس هتبقى في محاضرة عن الكانسر إيمونولوجي، وهتدينا دكتورة نورتان عبد التواب أستاذ المناعة في كلية الصيدلة جامعة القاهرة. وبعديها هتدينا محاضرة عن الكانسر باس ويز دكتورة ميرفت عمران في كلية الصيدلة وشغالة في معهد الأورام جامعة القاهرة. الصوت بيقطع. طيب اوكي، هحاول احسن مره شويه. المحاضره السابعه هتبقى عن الاونكوجينيك فيروسز، وهيتكلم فيها اسلام حسين. دكتور اسلام شغال في معهد ام اي تي في جامعه في الولايات المتحده. والمحاضره الثامنه والقبل الاخيره هتبقى عن الكانسر دايجنوزس، دكتور احمد البسطويسي في معهد اورام جامعه القاهره. واخر محاضره هننهي بيها هتبقى عن الكانسر تريتمنت، وهيديها لنا دكتور محمد عبد الدايم في جامعة تاجيف اليابان. أول محاضرة النهاردة هتبقى محاضرة بسيطة بس، وهنراعي يعني راعينا فيها إن الباك جراوند بتاعت الناس مختلفة، فراعينا إنها تبقى تعريف بسيط عن الكانسر بيولوجي عامة والترمينولوجي أو المصطلحات اللي إحنا هنستعملها خلال الكورس واللي بنستعملها خلال الكانسر بيولوجي. يعني هتكلمنا عن النهارده الدكتوره دينا مدحت. دينا هي طالبه ماجستير في جامعه قناه السويس. انا بس هطلب منكم قبل ما نبدا المحاضره نتاكد الانترنت كونكشن كويسه، لان الانترنت كونكشن لو فيها مشكله هتلاقوا الصوت بيقطع وهتلاقوا الموضوع مش ماشي تمام. فكل واحد بس يتاكد من الانترنت كونكشن بتاعته، ولو في اي مشكله نكتب في الشات بوكس وحد من الفريق هيرد عليكم. نتمنى لكم طبعا الاستفاده والاستمتاع بالمحاضره. دكتورة دينا اتفضلي. دكتورة دينا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة عن بيولوجيا الأورام مقدمة
بسيطة كده عشان تدينا الأساسيات عن باقي المحاضرات اللي جاية إن شاء الله. الصوت واضح يا جماعة؟ أنا سامعة ناس بتقول الصوت مش واضح، هل ده عند كل ولا مشكلة بسيطة؟ فين الراجل اللي بيتكلم انجليزي؟ تمام واضح؟ اوكي انتوا ممكن تعلوا الصوت عندكم عشان نبدأ المحاضرة عشان الوقت بس. زي ما قلت محاضرة النهاردة عبارة عن مقدمة في أساسيات بيولوجيا الأورام، أول حاجة قبل ما هتكلم عن الكانسر سيل هتكلم عن النورمال سيل بحيث إن أدي مقدمة عن إزاي الخلية اتحولت للكانسر. الوضع الطبيعي للخلية زي ما احنا عارفين ربنا خلق كل حاجة في بالانس. عندنا الأول بيبقى فيه خلية بيحصل فيها سيل ديفيجن، يبقى فيه عملية تحصل سيل ديفيجن، انقسام الخلية بيحصل عن طريق الانقسام الميتوزي. الخلية عشان يحصل لها انقسام ميتوزي بتروح لها سيجنال بتعرفها ان دلوقتي لازم يحصل سيل ديفيجن، وبعدين السيل بتقوم بالرول بتاعها في السيل سايكل، وبعدين المفروض ان هي بيحصل لها سيل ديس بتموت، فعشان يحصل السيل دي يحصل لها سيل ديس بتروح لها سيجنال تعرفها ان هي المفروض دلوقتي بيحصل لها ايه سيل ديس. يعني كل حاجة بتبقى بروجرامد. فبيبقى فيه بالانس ما بين السيل بروليفريشن اللي هو السيل ديفيجن وما بين السيل ديس. اذا السيل بروليفريشن الخليه بدات تحصل لها سيل ديفيجن باستمرار ومفيش اي سيجنال راحت لها عشان يحصل لها سيل ديث، هيبدا يحصل تراكم للسيلز دي وهتبدا تعمل ماس اوف تيشوز وهيبدا يحصل خلل وهتبقى الصوره بالشكل ده. تمام طيب انا كنت عايزه اعرفكم بس حاجه بسيطه كده عن السيلدس. السيلدس لو كان بتروح عن طريق السيجنال بتبقى اسمها ابوبتوزس، يعني البروجرام سيلدس اسمه الابوبتوزس، وفي فيديو هيوضح لنا الكلام ده. بس ممكن يا ريت تقفلوا الصوت بتاع الفيديو، انا اقفل الصوت من عندي. اوكي الصوت من تحت خالص كده، في صوت للفيديو ممكن تقفلوه. Apoptosis, or programmed cell death, is one of the mechanisms by which organisms limit the growth and replication of cells. If apoptosis did not occur, زي ما احنا شايفين كده there would be بيبقى no فيه way في to الوضع control cell النورمال بتاعنا growth بيبقى and فيه tissue بالانس ما بين السيل homeostasis would بروليفريشن be والسيل lost. ديث. In fact, this is one of the key mechanisms behind cancer. The genetic alterations in the cancer cell not only lead to increased cellular proliferation and growth, they also lead to loss of apoptosis. Along with too much cell growth, there is too little cell death in malignant tissue. Apoptosis occurs in normal cells to allow for removal of damaged cells, maintain a constant number of cells in regenerating tissues, and is an important part of embryogenesis. In an average human adult, 50 to 70 billion cells undergo apoptosis per day.
Apoptosis is characterized by changes such as cell shrinkage, mitochondrial cytochrome C release, fragmentation of cell DNA into multiples of 180 base pairs, and the ultimate breakage of cells into small apoptotic bodies, which will be cleared through phagocytosis. Phagocytosis is a process where cells take in cell fragments or microorganisms in membrane-bound vesicles. The vesicles fuse with lysosome-containing proteases, and the engulfed material is processed for recycling. There are two pathways that can activate apoptosis. The first. طيب انا لسه دلوقتي كنت بقول cell death، بس ده كده المعنى العام اللي بيحصل لموت الخلايا. يعني احنا محتاجين نعرف المصطلحات الساينتفك شويه، اللي هي عمليه الابوبتوسس، ودي عمليه بتبقى بروجرامد، بتحصل عن طريق ان بتروح سيجنال للخليه وبتقول لها ان انت المفروض دلوقتي تموتي. زي ما احنا شفنا كده، بتروح السيجنال للخليه، فبتبدا الخليه يحصل لها شرينكج تنكمش، وبتبدا المحتويات بتاعه الخليه تتفتت، وعن طريق الفاجوسايتوسس الماكروفاج بيبدا يبتلع الخليه دي. اما عمليه في عمليه ثانيه برضو بيحصل سيل دس ليها، عملية النكروزس، بس دي عملية بتحصل بنسبة قليلة جدا في الجسم، ودي بتحصل نتيجة عوامل خارجية، زي مثلا لما بيحصل القطع كده في نتيجة جرح أي انجري الخلية بتموت، ودي تنتج عنها انفلاميشن في الآخر. طيب احنا محتاجين نعرف التسمية بس بسيطة كده عن بيولوجيا الأورام. أول حاجة الكانسر، كانسر الكلمة نفسها كلمة لاتينية معناها كريب، اللي هو السرطان أو الكابوريا اللي هو السرطان المائي ده. الزافكس أوما معناها بناين تيومر، أي كلمة آخرها أوما معناها إن هنا في تيومر. ساركوما معناها مالجنانت، اللي هو الورم الخبيث. في الهايبر بليجيا، هايبر بليجيا هايبر معناها حاجة حصلت أكتر زيادة عن اللازم، فده معناها حصل جروينج للجروب اوف سيلز، حصل سيل ديفيجن كتير. نيو بليجيا أو نيو بلازم ده نوع من أنواع التيومر، بس معناه إن في جروب من الأورام الخبيثة متجمعة مع بعضها. أنا بليجيا، أنا معناها اختلاف، فأنا بليجيا معناها إن حصل ديفرنشيشن أو المورفولوجي بتاع السيلز اختلف عن الأوريجينال سيل تايب. ميوتيشن هناخدها برضو الحاجات دي بالتفصيل يعني، أو ناخد مقدمة عنها النهاردة، وكل حاجة هتتشرح بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات الجاية. mutation دي معناها طفرة، يعني حصل undesirable أو broken في الـ DNA بتاعنا. يعني إيه كانسر؟ إحنا محتاجين نحط نعرف شوية concepts كده، وهي الأساس للمحاضرات الجاية إن شاء الله. الكانسر هو عبارة عن مجموعة من الأمراض، مش نوع واحد بس من المرض، ومجموعة من الأمراض كمان كتيرة جدا، ممكن تتعدى الألف نوع من الأمراض المختلفة. في بعض الناس إن ده نمو شرح أو حاجة بتنمو بسرعة رهيبة في الجسم، بس ده concept غلط، لان الكانسر هو عباره عن uncontrolled growth للابنورمال سيلز، وكمان بينمو بصوره بطيئه مش سريعه، بدليل ان هو البريد، ودي هنشوفها اتقسمت على خلال ايه يعني شويه كمان هو بينمو بصوره بطيئه، لان هو مشكله الكانسر ان بتروح له السيجنال زي ما بتروح للنورم تخلي الخليه دي تموت او تقول لها وقفي السيل ديفيجن بتاعك، بس هو اللي ما بيستجبش، فده معناه ان هو بينمو ابوبتوزس. ابوبتوزس زي ما قلنا اللي هو السيل ده، اوكي. فان كنترول جروس معناها في الحاله النورمال، هي دي صوره بتوضح الحاله النورمال، ان احنا عندنا الخليه بتنقسم عن طريق الميتوزي، انقسام ميتوزي اللي بتبقى 2 و4 وهكذا. طيب اذا حصل سيل دامج بيحصل ايه في الوضع النورمال؟ هو بيحصل لها سيل سوسايد او عن طريق الابوبتوزس الجسم بيخلص منها. طيب المشكله كلها في الكانسر ان عندي الخليه اللي حصل فيها دامج هي اللي بقت تنقسم وبدات تتجمع كلها فوق بعض وبتكون الماس اوف تيشو اللي هو الانكنترولد جروس. يبقى احنا كده عرفنا ازاي الكانسر ان هو بيحصل له increase في السايز.
مشكلة الكانسر زي ما بنقول دلوقتي ان هو بيحصل له ديتكشن في وقت متأخر في الكورس بتاعه، ولازم نثبت الكونسبت ده ان الكانسر مش بينمو بسرعة رهيبة، هو احنا مشكلتنا ان احنا بنكتشفه في وقت متأخر. ده مثال بيبين، بس في يعني اخدنا قطاع كده في السكان الكانسر، دي الوضع الخلايا الطبيعي، الخلايا اللي بيحصل لها دامج بتبدأ تنقسم، وده بيحصل على مدى سنين طويلة، وبعدين بتبدأ تتجمع السيل دامج دي، تتكون مع بعضها وتعمل ايه ماس تيشوز اللي هو التيومر. طيب يعني ايه تيومر؟ What is tumor and its kinds؟ يعني ايه ورم وايه هي انواعه؟ اول حاجة احنا عندنا 3 مصطلحات بالانجلش معناهم اورام. تيومر ده ورم بيطلق على اي نوع من انواع الاورام، زي مثلا الابسس اللي بتحصل على الجلد بتاعنا، بيحصل قطع في البلود فيزل، بس ما بيحصلش القطع في الجلد نفسه، فبتتكون تحته كده زي ما احنا بنقول بالعربي اللي هو الخراج، فده نوع من انواع الورم. تمام. في بعد كده نيو بلازما. نيو بلازما دي او نيو بليجيا هي معناها ان في مجموعه من الاورام الخبيثه. تمام. في مصطلح تاني انواع الاورام اللي هو المالجنت والبناين، لازم نعرف الفرق ما بينهم. البناين اللي هو الورم الحميد، والمالجنت اللي هو الورم الخبيث، وهو بيطلق طبعا على الكانسر. الفرق ما بينهم ان في الورم الحميد بيحصل البناين تيومر ان هو بيبقى يشبه الخليه البناين، تشبه الخليه الاوريجينال النورمال سيل، اما في المالجنت طبعا شكل الخليه بيبقى متدمر تماما وما بيبقاش في اي وجه شبه ما بينه وما بين الاوريجينال سيل. الجروث ريت في البناين تيومر بيبقى قليل، سلو بطيء، وفي المالجنت بيبقى سريع. التايب اوف الجروث البناين بيبقى لوكال. تمام. هو بينتشر، بس بينتشر على المكان نفسه، على السطح نفسه، ما بيخترقش السطح ده وما بيتنقلش لاي اورجن تاني، بيبقى في نفس الاورجن. اما في المالجنانت ممكن يخترق السطح طبعا وبينتقل، بيحصل له عملية ميتاستاسيس، ونعرفها يعني ايه. عملية الميتاستاسيس في البناين ما بتحصلش. عايزه اخليكم بس تركزوا على حاجه مهمه، ان مشكله الكانسر انه بيحصل له ميتاستاسيس. لو الكانسر ده كان عباره عن ورم في مكان معين ما كانش يموت الشخص، او كان يبقى مرض خطير. خطوره الكانسر ان بتحصل له عمليه هي اسمها عمليه الميتاستاسيس، وهناخدها دلوقتي ونشوف هي معناها ايه، وتتشرح بالتفصيل كمان في المحاضرات الجايه، وازاي يعملوا كنترول عليها كمان، او بيحاولوا يعملوا عليها كنترول. الهيلث افكت في البناين ما بيأثرش خالص على الصحة، يعني مش هيأدي يعني لدرجة الموت. يعني لو في بناين تيومر جدا ومحتاجين ان هم يشيلوه، هيستأثروا بعملية جراحية وسهل جدا ان هم يتعالج كمان. حتى كمان في انواع من انواع البناين تيومر ما بتبقاش ضارة، زي مثلا المولز اللي هي الحسنات. الحسنة دي نوع من انواع البناين تيومر. تمام. وبرضه زي الوحمة، اللي حد عنده وحمة ولا حاجة، من أنواع البلاين تيومر. المالينجنت عبارة عن زي الكانسر، وبرضه مسبب موت وعلاجه صعب إذا اكتشف طبعا في المراحل المتأخرة بتاعته. بيوضح شكل بسيط، بيوضح الفرق ما بين البلاين تيومر والمالينجنت، عشان بس نتخيل. هو في البلاين يبقى على السطح، ممكن ينتشر، بس ينتشر في نفس المكان ده، مش هيروح لمكان تاني. إذا حصل انتقال أو invasion أو metastasis بيبقى malignant زي ما احنا شايفين. طيب دي حاجة تخلينا نفكر إن الكانسر العدد بتاع الخلايا increase the number of cells بيحصل عن طريق cell division. تمام. وإن الخلية بتبقى عايزة ال cell damage اللي حصل ده وما بتعرفش، عشان وده اللي بيخليها تستمر عن طريق ان هي بتو سيجنال، والسيجنال دي ما بيستجبش ليها تيومر، وما بالتالي بتحصل عمليه لوس اوف الابوبتوزس. طيب ازاي بقى الحجم نفسه بتاع التيومر ده بيبدا يستمر؟ عن طريق زي ما احنا شايفين الاورده دي اللي بتغذي التيومر.
العملية دي اسمها عملية الانجيوجينيسيس. انجيوجينيسيس، عملية الانجيوجينيسيس ان عندي blood vessel بيبدأ بعد كده يخترق الماتريكس بتاع السيل بيز ويخترقها ويغذي الايه التيومر. دي العملية بمنتهى البساطة هي عملية الانجيوجينيسيس، ودي اذا فعلا اتحكم فيها العلماء وكان ليها أدوية هتاخدوها إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية، هي عملية الأنتي أنجيوجينيسيس، إن هم يخلوا التيومر ده هو كأنه بيقول بالظبط للبلاد فيزل أكيد يفيدني، أنا محتاج أنا جعان، فاحنا البلاد فيزل ده إن هو يغذي التيومر أكيد يحصل له شرينكج ويقضوا عليه، ودي كانت وسيلة من وسيلة الإيه العلاجات. بس ليه أكتر من باثواي، بس الميجور باثواي هو عن طريق الـ VEGF اللي هو الـ Vascular Endothelial Growth Factor. وهشرحها ببساطة لأن هي برضه هتتقال في محاضرة تانية عن كل اللي احنا محتاجينه احنا نعرف ان هو ال VEGF هو ال major pathway، وهو بيعمل زي ما احنا شرحنا كده بس بطريقة شوية علمية، ان هو هو يعتبر ال first signal اللي بتخلي ال blood vessel ان هو يطلع ايه blood vessels تانية ويحصل له elongation زي ما شفنا هنا كده، ده بيحصل penetration للسيلف للبيز دي، وبيبدأ بعد كده يعمل البروليفريشن ويكون يعني التيوب بتاعة البلاد فيزل اللي يحصل لها elongation، وبعد كده بيحصل لها maturation. تمام. طيب احنا قلنا ان مشكلة الكانسر ان هو تمام، زي ما قلنا مشكلة الكانسر هي عملية الميتاستاسيس. الفرق ما بين الانفيجن والميتاستاسيس ايه هو الفرق ما بينهم؟ دي حاجة لازم نعرفها. الانفيجن معناها ان بيحصل الانتقال دايركتلي داخل الاورجن، ما بيخرجش بره الاورجن. يعني مثلا عندي التيومر يبقى هيحصل في لو موجود في الفص الامامي ممكن ينتقل للفص الخلفي، ده معناه كده انفيجن بيحصل دايركتلي نفس الاورجن ما بيطلعش بره. اما في الميتاستاسيس ده ان التيومر بينتقل لأورجن تاني عن طريق ال blood vessels او ال lymphatic system. تمام، مفهومة الجزئية دي الفرق ما بين ال invasion و metastasis؟ اوكي. طيب ايه هي بقى انواع الكانسر؟ طبعا انواع كتير جدا صح. اول حاجه عندنا الكارسينوما، الموست كومن هو الكارسينوما والساركوما. الكارسينوما معناها ان هي بتحصل في الابيثيليال تيشو او الابيثيليال تيشو سيل، والابيثيليوم بيبقى موجود عموما في اللنج في البريست، فالبريست كانسر واللاين كانسر بيبقوا تحت مسمى اللي هو الكارسينوما. الساركوما بتحصل في الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو بيبقى موجود في الفات وفي البونز وفي المسلز. بعد كده عندنا اللوكيميا بيحصل في البلاد ستريم والليمفوما والليمف نودز. في طبعا انواع كتيره من الكانسر بتحصل في الكولون في البلادر في البروستيت، وطبعا الكانسر ان جنرال ممكن نقول ان هو بيحصل في اي خليه، هو ممكن يحصل فعلا في اي خليه. طيب التيومر جريدنج ازاي العلماء او الدكتورز قسموا الكانسر ده لاكتر من جريد وكان طبقا لايه؟ عموما هما متقسمين لاربع جريدز او الجريدز اللي هي لو جريد والهاي جريد. اللو جريد متقسمه لتو كلاسز، كلاس 1 و 2، والهاي جريد 3 و 4. والتيومر جريدنج متقسم طبعا للشكل المورفولوجي بتاع الخليه، قد ايه الخليه شكلها اتغير عن الخليه الاوريجينال، وعلى الأساس ده بيقدروا يحددوا عدت كام سنة من التيومر ده قدر يتكون في وقت قد ايه، وقد ايه حصل الدمج في السيلز دي. وتاني حاجة السايز بتاع التيومر احنا ممكن نشوفه هنا. تمام، شايفين شكل الخلايا دي؟ دي خلايا النورمال، النورمال سيل
اتحولت للكانسر سيل، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما تقدريش اصلا تتعرفي عليها، يعني ما تقدريش تشوفي الخلية دي تقولي هي شكلها الطبيعي كان عامل ازاي. بتفقد الخاصية بتاعتها والشيب بتاعها، ما تقدريش تقولي شكلها كان ايه، سيركولر ولا شكله كان عامل ازاي. النيوكلاي نفسها شكلها بتتغير، ممكن يحصل لها يعني تكبر او تصغر، بتفقد الشكل بتاعها تماما، المخرج بتاعها بيبقى مش محدد. تمام. طيب محتاجين ندخل على الجينيتكس في الكانسر، بس قبل ما هدخل اشرح فيه هقول بس الاساسيات كده تكون معروفة. اول حاجة زي ما احنا عارفين ان جسم الانسان بيبقى فيه نيوكليس. النيوكليس دي بتعبر كده لو احنا هنقولها بالبساطة بتاعتنا، ان النيوكليس تبقى عبارة عن البرين بتاع الجسم بتاعنا. فالنيوكليس هي اللي بتبقى فيها المعلومات الوراثية بتاعتنا، مش هي تحديدا، هي بتبقى المعلومات الوراثية دي متحملة على ال DNA. DNA ده نيوكليس جواها كروموسوم، كروموسوم عليه جينات، الجينز بتبقى موجود فيها ال deoxyribonucleic acid اللي هو ال DNA. DNA عبارة عن nucleotides جواه اللي هي nucleobases. nucleotides تبقى ليها sequence معين، sequence ده ممكن يختلف. لو حصل اختلاف السيكونس بتاع ال DNA بيحصل حاجة اسمها الميوتيشن، هي الطفرة، حصل خلل. طب يحصل ازاي؟ ليه كذا نوع، انه ممكن يحصل مثلا دوبليكيشن، ممكن تحصل ديليشن، ممكن يحصل انزيرشن، ليها كذا نوع من الانواع دي. المهم من اول ما يحصل الخلل ده الجسم بتاعنا مش هيروح يموت، لازم برضو نكون عارفين الكونسبت ده. اول ما بيحصل خلل في الجسم لازم الجسم بتاعنا بيبدأ يصلح العيب ده قبل ما بيموته. فايه اللي هيحصل هنا لو حصل ميوتيشن؟ في حاجه اسمها في الجسم بتاعنا اسمه دي ان اي ريبير جين. الدي ان اي ريبير جين اول ما بيحصل ميوتيشن في الدي ان اي بيروح على طول عشان يصلحها. تمام. طيب الميوتيشن ليها اكتر من عامل، في اكسوجينس وفي اندوجينس. يعني ايه اللي بيسبب الميوتيشن؟ الاكسوجينس ده ممكن تحصل ميوتيشن نتيجه السان لايت، الراديشن، الكيميكالز، السموكينج. ممكن تكون انديشنس ده ممكن يكون برضو عامل وراثي، او ان حصلت الميوتيشن نتيجه التوكسيسيتي بالباي برودكتس اللي موجوده في الايه، في الميتابوليزم بتاع السيلز. اوكي. طيب في حاجه انا محتاجه اقولها كده سريعه قبل ما ادخل على الميوتيشنز اللي بتحصل وبتسبب الكانسر. هل كل الميوتيشنز مضره يا جماعه؟ تمام، برافو. طيب فعلا في ميوتيشنز بتسمح لجسم الانسان هو يعمل ادابشن للانفايرمنت بتاعتنا. طب ده بالنسبه للانسان هو بيعمل ادابشن، هل هي مفيده برضو للانسان بس؟ لا، برضو مفيده للبكتيريا. لو في عندنا بكتيريا واحنا قدرنا نحاربها بالانتي بيوتيك، البكتيريا دي ممكن يحصل فيها ميوتيشن عشان خاطر تعمل ايه، ريزيستنس. تمام، بتقاوم الانتيبيوتيك ده. طيب هي برضو بتكون مفيدة برضو للفيروس، ان هي برضو بتعمل ايه، بيحصل فيها ميوتيشن وبتدافع عن الاميونيتي بتاعة ال HIV فيروس. طيب دي البنفيت بتاعة الميوتيشن. طب في ميوتيشن ممكن تحصل وما يكونش ليها ولا فايدة ولا ضرر، زي مثلا بيطلق عليها، احنا بنطلق عليها variation بدل ما نقول عليها ميوتيشن، زي مثلا ال olfactory receptors اللي هي المستقبلات حاسة الشم بتاعتنا، ممكن يحصل فيها variation وما بتسببش اي ضرر، يعني ما بتأثرش حاسة الشم بتاعتنا، ما بتتأثرش ولا بالإيجاب ولا بالسلب. طيب تمام، نرجع بقى للميوتيشن اللي بتسبب الضرر بتاع الكانسر. في ثلاث عوامل أساسية هي اللي متحكمة في الجينيتكس اوف الكانسر. هنتكلم على الوضع النورمال وازاي كل واحد فيهم لما بيحصل فيه ميوتيشن او بيسبب كانسر. اوكي. اول حاجة عندنا البروتو اونكوجين. البروتو اونكوجينز هي اللي بتنتج البروتينات، وهي اللي بتقول للخلية انت المفروض دلوقتي هيحصل لك سيل ديفيجن او ستوب سيل ديفيجن. اوكي. اكسلريتور، واحنا هنشبه المثال اللين الجايين دول بالعربية. دواسة البنزين احنا لو دوسنا عليها المفروض ان هي بتعمل ايه؟ تحرك العربية، صح؟ المفروض اول ما تشيلي رجلك منها تقف،
طيب ده بالظبط كده وظيفة البروتو أونكوجينز اللي هو الوضع النورمال. علشان خاطر ايه المشكلة يعني اللي بتحصل في البروتو أونكوجين ويحولوا الكانسر؟ ان احنا اول ما بيحصل ميوتيشن في البروتو أونكوجين بيطلع حاجة اسمها الأونكوجين. الأونكوجين ده بقى كأنك دوست بالظبط على دواسة البنزين وشلت رجلك وهي لسه مستمرة في المشي. حد فهم الخلل ده ازاي؟ الوضع النورمال هقوله تاني. اوكي تاني. اوكي دلوقتي احنا دوسنا على دواسة البنزين بتاعة العربية، المفروض ان احنا واحنا دايسين العربية بتمشي، ده كده وضع نورمال، ده الوظيفة بتاعة البروتو أونكوجين. اوكي المفروض الوضع الطبيعي ان انا اول ما اشيل رجلي من على الدواسة بتاعة البنزين العربية تقف، يبقى انا كده عملت كنترول، انا كده بتحكم، انا اللي بتحكم. طب سي انت دلوقتي شلت رجلك والعربية ما وقفتش، يبقى في خلل. هو ده الخلل اللي بيحصل في البروتو أونكوجينز، ان هو حصل ميوتيشن وتحول الأونكوجين. أونكوجين ده معناها ان انت شلت رجلك ولسه العربية عمالة تتحرك، يعني انت عملت ستاك في الوضع اون. طيب في حاجة تانية المفروض ان هي تهندل الموضوع ده. طب انا لو شلت رجلي دلوقتي من البنزين المفروض يكون في حل، ايه هو الحل؟ الفرامل. اوكي الفرامل دي بقى هي المجموعة التانية بتاعتنا اللي هي اسمها ايه؟ التيومر سبريسورز. التيومر سبريسورز دي المفروض ان هي الفرامل بتاعتنا، يعني لو حصل خلل في البروتو أونكوجينز وحصل الأونكوجينز اشتغلت وبقت في الوضع اون، المفروض ان التيومر سبريسورز دي اللي تهندلها. طيب التيومر سبريسورز دي زي ما احنا قلنا ان هو عبارة عن البريكس. الحمد لله من حكمة ربنا ان احنا عندنا 2 كوبيز من التيومر سبريسورز مش 1 كوبي. اول كوبي لو حصل فيها خلل او اول كوبي لو حصل فيها ميوتيشن مش هتسبب الكانسر قوي. ليه؟ لان الكوبي التانية هتقدر تهندل وتقدر تعمل ايه ستوب، بس طبعا مش بنفس الافكس اللي ممكن تحصل في الايه في الوضع النورمال هو الوضع الاولاني اللي ما كانش فيه اي ميوتيشن للتو كابس. طيب المشكلة الحقيقية اللي لو حصل الميوتيشن في التو كابس بتاعة التيومر سبريسورز بالتالي مش هيبقى عندي بريكس فيسبب الكانسر، يبقى كده مش عارفة هندل خالص، مش قادرة اوقف العربية دي. المشكله الاكبر بقى اللي هو الكانسر بيبقى في الحاله اللي بتاعته اللي هي خلاص اللي هي ما فيهاش فعلا اي هندله، اللي هي يعني عندي بروتو اونكوجين اللي هو بقى اونكوجين حصل فيه الخلل اللي هو بقت العربيه في الوضع اون، وفي نفس الوقت التو بريكس اللي عندي اللي هو التو كابز من تيومر سبريسورز ما بقوش موجودين، حصل فيهم ميوتيشن. تمام يبقى كده انا عندي ال two groups دول اول two groups. طيب ال third group هي ال DNA repair gene. اوكي طيب انا عشان بس اسهل الموضوع في مثال على tumor suppressor عشان الناس اللي لو مش اشهر مثال على التيومر سبريسور هو الار بي اللي هو اسمه روتينو بلاستوماجين. اوكي ايه اللي بيحصل فيه؟ عندي دلوقتي الوضع نورمال للسيل، يعني عندي التو كابز بتوع الروتينو بلاستوماجين التيومر سبريسور سلام، يبقى ده وضع نورمال. اذا حصل ميوتيشن في وان كابي ده بيبقى شخص كارير للمرض، تمام، بس هو نفسه ما حصلوش لسه حاجه، لسه ما اثرش فيه وبيقدر يهندل الموضوع بالكابي التانيه اللي هي السليمه. طيب اذا حصل ميوتيشن في التو كابس بيحصل التيومر، هي الريتينا سيل تبدا تتدمر. اوكي زي ما احنا قلنا السيرد جروب دي انا شرحتها في البدايه خالص، قلت ان لو عندي دي ان اي ريبير جين حصل عندي ميوتيشن، دي ان اي ريبير جين هو اللي هيحاول يعمل فيكس للميوتيشن دي ويحاول يمنعها. طب اذا حصل في الدي ان اي ريبير جين هو نفسه الميوتيشن، يبقى خلاص كده يبقى كده هتفضل الميوتيشن دي في ال DNA ومش هتتصلح خالص. يبقى انا كده عندي التلاتة ال 3 groups من ال genetic cancer اتدمروا، هما دول اللي بيؤدي للكانسر. طيب اخر حاجة اللي هو cancer hallmarks هي السمات الأساسية للكانسر، ده عبارة عن ملخص كل اللي احنا قلناه، تأكيد كده على كل اللي حصل وكل اللي اتقال، الكونسبتس اللي احنا قلناها. اول حاجه ان احنا عندنا resisting للسيل ده،
هو الشكل ده كده شكل مصغر للكانسر هولماركس، ودي طبعا تتقال في محاضرة تانية باستفاضة، يعني في شكل أكبر من ده للعالم هان، بس احنا نقول الحاجات البسيطة دي عشان نثبتها. اوكي، أول حاجة عندنا الـ resisting cell death، ازاي الخلايا الـ cancer cell بتبدأ تعمل تقاوم الـ cell death؟ حد فاكر؟ تمام، عارفين المقاومة بتبقى عن طريق السيجنال، ان هي السيجنال بتروح للخلية عشان تخليها تجبرها ان هي يحصل لها cell death. طبعا هي ما بتستجبش لأي سيجنال، فبالتالي هي بتقاوم الـ cell death. عندنا بعد كده الـ proliferation signaling، ان الخلية المفروض ان هي بيحصل لها cell division، هو الخلية بتاعة التيومر بتاعة الكانسر بيحصل cell division باستمرار، ما بتقفش، ما بتستجبش لأي signal تقول لها حتى stop cell division. عندنا بعد كده الـ evading growth suppressors، ان عندي التيومر suppressor بيحصل فيهم الميوتيشن بالـ 2 carbs، هو ده اللي بيسبب الكانسر. مشكلة الكانسر زي ما احنا قلنا، ودي هي عوامل مهمة جدا، عملية الميتاستاسيس والانفيجن، يعني لو ما بيحصلش ميتاستاسيس ولا انفيجن مش الكانسر ده مش هيبقى ليه اصلا اي خوف، مش هيبقى مرض خطير زي ما احنا كلنا متخيلين، لان اللي بيموت البني ادم مش الكانسر انه بيحصل في one organ، مشكلته ان هو بيحصل في اكتر من organ ويبدأ ينتقل اليه، زي ما بينتقل مثلا لللانج، بينتقل للبونز، فيعمل لوس اوف فانكشن، هو ده اللي بيموت البني ادم بمعنى اصح. طيب انديوسنج الانجيوجينيسيس، دي حاجه من الحاجات اللي بتعزز من وجود الكانسر، ان هو لقى حاجه تغذيه، فاحنا لو قدرنا نوقف التغذيه بتاعته هيبقى احدى الطرق للعلاج. تمام، enabling the replicative والامورتاليتي، دي طبعا نتيجه اللوس اوف والابوبتوزيس. دي الريفرنس لكل حاجة اللي حابب يزود يعني. Thank you. موضوع سهل صح؟ الاستفاضة يا جماعة اللي محتاج ديتيلز ما هتتقال ان شاء الله في المحاضرات الجاية، دي مجرد بس كونسبت كده عشان بس تبقى لما تتقال في المحاضرة اللي جاية واللي بعدها تبقوا عارفين بس الكلام ده، محدش يبقى قلقان من حاجة او يحس ان في حاجة غريبة. طب في حد عنده اي اسئلة؟ في حد عنده اي اسئلة يا جماعة؟ حد مش فاهم حاجة بحيث المحاضرة الجاية ان شاء الله ما تتشرح؟ انا شفت حاجة في التيومر سبريسور. طب اللي عنده سؤال ممكن يرفع ايده وياخد المايك يتكلم عشان انا مش شايفة، انتوا تكتبوا بسرعة بصراحة. الباوربوينت هينزل ان شاء الله في تسجيل المحاضرة. اوكي، هتنزل متسجل ان شاء الله. شكرا لكم. انتوا ازاي الخلية بتقاوم السيلدس؟ طيب تمام، زي ما احنا قلنا ان المفروض الخلية عشان يحصل لها cell death اللي هي عملية الأبوبتوزس. الأبوبتوزس بيحصل ازاي أصلا؟ عن طريق signal. اوكي، ففي signal بتروح للخلية تقول لها انت المفروض دلوقتي تموتي. اوكي، التيومر نفسه لما بتروح عليه ال signal دي عشان خاطر تموت ما بيستجبش ليها، ده اللي بيخليها تزيد، ده اللي بيخليها تقاوم، هي ما بتستجبش لأي signal فما بيحصلوش عملية الأبوبتوزس. عشان كده مشكلة الكانسر ان هو بيحصل عملية لوس اوف الابوبتوزس، يعني immortality، يعني تفضل عايشة لما لا نهاية، مفيش حاجة بتأثر عليها، كل ما بتروح لها سيجنال عشان تموت ما بتموتش. ايه الجينات الإصلاح مش فعالة؟ ما احنا قلنا جينات الإصلاح دي اللي هي الجينيتكس، البروتو أونكوجين حصل فيه ميوتيشن فعمل الأونكوجين فخلاها في وضع أون على طول. تمام، التيومر سبريسورز دي المفروض اللي هي بتهندل، عندي منها 2 كوبيز، لو عندي كوبي واحدة effective ما حصلهاش اي mutation هتقدر تهندل، بس هيبقى الشخص ده كارير، انه ممكن او يبقى هو عنده في عامل انه يعني في risk factor ان هو ممكن يبقى يحصل له cancer، او ان هو يبقى كارير فلو اتجوز واحدة برضه كارير فممكن يجيبه حد يبقى عنده الكانسر. لكن لو حصل mutation في ال 2 carbs من tumor suppressor مش هيقدر يهندل. احنا بنتكلم يا جماعة عن الوضع الطبيعي وعن وازاي اصلا حصل في الكانسر ده.
كان عنده أسئلة كتير بس أنا مش عارفة أركز على أي سؤال بالظبط. اه بالظبط صح تمام. البروتو موجود طبيعي تمام صح اوكي. المراجع هي عموما هتنزل لكم بس انا جبتها على السلايد هي اللي عايزة. شرح ال third group وأنا ممكن أعمل root picture. انا برفع بس صورة اوكي عشان بس الثيرد جروب اللي كان بيسأل على الثيرد جروب هي عبارة عن الدي ان اي ريفير جين. الدي ان اي حصل فيه ميوتيشن. المفروض في الوضع الطبيعي الدي ان اي ريفير جين ده هو اللي بيصلح بيعمل فيكس للميوتيشن دي، بيحاول يمنعها بيحاول يصلحها. لو في حاجة دبل بيشيلها، لو في حاجة حصل انزيرشن بيحاول يعدل فيه تمام. ده الدي ان اي ريفير جين. اذا حصل فيه هو نفسه ميوتيشن ما هو مش هيقدر يصلح الخلل ده. هي مفهومة، هي حاجة هي بسيطة جدا. انا برفع صورة بس عشان اللي يتخيل ال DNA ريفيرجن. هي صورة بسيطة بوضح. اوكي اوكي حد شايف الصورة دي؟ هو ده ال DNA ريفيرجن، بيدخل ال DNA هنا. ال DNA ده في الوضع النورمال حصل فيه ميوتيشن، بيدخل ال DNA repair gene هو ده ويصلح يعمل fix. إذا هو نفسه حصل فيه ميوتيشن ما بيقدرش بقى يصلح ال يعمل fixing للميوتيشن دي. سبب الانفيجن والميتاستاسيس. اوكي تمام. هو السبب بتاع الانفيجن يعني دلوقتي في تيومر حصل بيبدأ من التراكم بتاع ال tissues دي. هي سيل حصل سيل ديفيجن تتكون massive tissues بتبدأ تتفتت من التيومر دي أجزاء. الأجزاء دي بتبدأ تنتقل لمكان. المكان ده لو هو suitable لنمو التيومر مرة تانية يبقى ده حصل له كده ايه invasion، ان هو نمى مرة تانية بس في نفس الأورجن يبقى ده حصل له invasion. عشان يحصل له ميتاستاسيس ان الأجزاء الصغيرة من التيومر دي تبدأ تنتقل مع البلود ستريم اللي هو جوه البلود فيزلز أو عن طريق الليمفاتيك سيستم وبيروح لمكان. على فكرة ممكن الأجزاء من التيومر ده وهو ماشي في الرحلة بتاعته يموت، تكون مش مناسبة. بس وانس ان هو وصل لمكان تاني مع البلود ستريم
مثلا لللنج او هو مثلا موجود في الاستومك وراح لللنج او راح للبريست، والمكان ده طلع ان هو سيتبل ان هو يحصل له سيل ديفيجن وينمو تاني وهكذا، فبيبدأ يكون تيومر جديد. هي دي عملية تمام اوكي، بس انا على اساس بشرح البيزكس من بروتينيز. اوكي هتتقال المحاضرات الجايه ان شاء الله بالتفصيل يعني. طيب اخر سؤال بقى يا جماعه، عشان كده احنا طولنا كتير. اخر سؤال من اللي احنا قلناه، واي حد تاني هتتقال ان شاء الله في المحاضرات الجايه دي، بس مقدمه يا ريت الكونسبتس دي تكون عندكم. لا لا، بالنسبه للسؤال اللي اتقال ده البناين ما بيطلقش على الكانس خالص، الكانسر نوع من انواع الاورام الخبيثه. احنا قلنا الفرق ما بين الورم الخبيث والورم الحميد، الورم البناين تيومر مستحيل يكون كانسر، مستحيل. البناين ان هو بيحصل في مكان واحد اوكي ما بيتنقلش، ده اول. اما في الكانسر مشكلته اصلا الانتقال، فازاي هيبقى الكانسر بناين؟ كمان ان الورم الحميد احنا قلنا ما بيأثرش على الصحة، عارفين ما بيأثرش ليه؟ ما بينتقلش لاكتر مكان، وما بيخترقش كمان البيزمنت بتاعت السيل. لا 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 لا، انا ما قلتش الاثنين كانسر، مستحيل. انا قلت حتى البلاين قلت عليه مثال بسيط جدا، قلت المولز الحسنه والوحمه. طب ازاي الحسنه والوحمه دي ممكن تكون كانسر؟ اوكي مالجنانت هو النوع من انواع الكانسر. اوكي شباب، هنشكر الدكتوره دينا على المحاضره اللطيفه ديت. معاكم محمد حسام من علماء مصر. بنشكر الشباب كلهم اللي حضروا. هو بس عشان خاطر الاسئله، اي حد عنده سؤال ممكن يحطه على الايفنت، واحنا ان شاء الله هنرد عليه برضو. المحاضره ان شاء الله هترفع على اليوتيوب في خلال من 3 ل 4 ايام من النهارده، وهنحط برضو البرزنتيشن، هنحط لينك للبرزنتيشن برضو ان شاء الله. حاجة تانية، المحاضرة النهاردة احنا راعينا فيها اختلاف الباك جراوندز اللي عند الناس كلها، فمعانا ناس من باك جراوندز مختلفة، فحبينا المحاضرة تكون بسيطة وتمهيدية للي جاي. الناس بتسأل على ميكانيزمات وعلى انجيوجينيسيس، وشفت انا السؤال. الحاجات دي تابعوا معانا ان شاء الله المحاضرات الجاية. هنتكلم بالتفصيل الممل وبأمثلة وعن الميكانيزمز. محاضرة بكرة إن شاء الله فيها تقريبا نفس المحتوى اللي اتقال النهاردة، ولكن more in details، في تفاصيل أكتر وفي معلومات أكتر. بس فاللي حابب عنده أي أسئلة ممكن يستنى حتى لحد آخر الكورس إن شاء الله، ولو ما لقاش أسئلة لو لها أسئلة ما تجاوبش عليها ممكن يبقى يسألنا إن شاء الله. سعدنا جدا بيكم، وإن شاء الله بنتمنى يا رب إن أنتم تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم كده بكره باذن الله في المحاضره بتاعت الدكتور ايمن، ونشوفكم معانا لحد باقي الكورس ان شاء الله. وان شاء الله بس للتنويه، هيبقى ان شاء الله في لينك فورم كده يتحط على الايفنت برضو، لتقييم المحاضره بتاعت النهارده. نتمنى منكم برضو ان شاء الله ان انتم تشاركوا فيها وتساعدونا وتملوها، عشان نقدر نقيم ونحسن من ادائنا في المحاضرات الجايه ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله الأسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.